بسم الله الرحمن الرحيم. لنكمل ما تبقى من درسنا بحل أسئلة الفهم والاستيعاب. عزيزي الطالب، كما تعلمنا على الدفتر نكتب العنوان ورقم الصفحة وفرع السؤال. السؤال الأول: ماذا كان يفعل الوالدان على شاطئ البحر؟ يستمتعان بالنظر إلى طفليهما مريم وماهر وهما يلعبان بسعادة. السؤال الثاني: كيف اختفى الطفلان وراء الأمواج؟ هبت عاصفة سحبت الطفلين إلى عرض البحر. السؤال الثالث: من الذي بادر إلى إنقاذ الطفلين؟ الذي بادر إلى إنقاذ الطفلين أحد أبطال الدفاع المدني. السؤال الرابع: ماذا طلب المنقذ إلى الطفلين ماهر ومريم؟ طلب المنقذ إلى الطفلين الهدوء، التنفس من الأنف، عدم ابتلاع مياه البحر الشديدة الملوحة. أحسنتم. السؤال الخامس: أين وجد المنقذ نفسه مع الطفلين في صباح اليوم التالي؟ وجد المنقذ نفسه على شاطئ البحر الميت في منطقة أريحة بفلسطين. السؤال السادس: لما سقطت أم ماهر مغشيا عليها؟ سقطت أم ماهر مغشيا عليها فرحا بسماع صوت ابنتها. السؤال السابع: كيف كرم سيد البلاد البطل المنقذ؟ أمر بترقيته ومنحه وسام التضحية والفداء تقديرا لشجاعته وبسالته. أحسنتم.